بغيت نشارك معكم واحد الواقعة اللي وقعت لي في مؤسسة اللي كيقراو فيها ولدتي. كان هذا الصباح استدعنا لي يومين مدير المؤسسة، استدعى ثلاثة ديال الجمعيات اللي جمعية الآباء التلاميذ اللي في المؤسسة. وتفاجأت مني دخلت المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد كريم زرياب، أب لجوج أبناء في مؤسسة مدينة الجديدة. تعرضت هذا النهار للطرد والإهانة من مدير مؤسسة اللي ما عرفتش على السبب. هو استدعنا هذا الصباح مع الثمانية لاجتماع ثلاثة ديال الجمعيات اللي كاينين في المؤسسة. استدعاهم ملي دخلنا قال له دوك جوج، حيت المؤسسه فيها ثلاثه ديال الجمعيات، قال له دوك جوج جمعيات قال لهم دخلوا تفضلوا القاعه، ولكن انت سي زرياب انت ما غتدخلش. قلت له علاش سعاده المدير ما ندخلش؟ قال لي انت انسان غير مرغوب فيك في هذه المؤسسه. قلت له علاش؟ شنو المشكل؟ اش درت؟ واش درت شي حاجه خايبه؟ قال لي تبعني للمكتب وغنوريك اش درتي. هي هذيك. قلت له ما كاين مشكل. دخلت مع المكتب، قال لي سي زرياب انت فيك الصداع بزاف، انت جبتي لنا المشكل ديال الخريطه، الكتاب اللي فيه الخريطه ديال المغرب، فيها الصحراء، فيها خريطه المغرب مطور من الصحراء، انت فيك صداع، والاستاذه مرضات ودارت ديبرسيون ومشات بحالها لفرنسا، المهم وتعرضات لي ما عرفتش، المهم كيبقى يخربق عليا داك الشيء. قلت له يا لو سي كوا مو بروبليم؟ قلت له انا شنو المشكل ديالي هنا؟ قال لي انت انسان غير مرغوب فيك وما يمكنلكش تمثل الاباء اباء اباء أبا أبا المؤسسه. قلت له انا استخبوا لي، انتخبوا لي الاباء، المهم غنحضر غنجلس، بغيت تخرجني جي خرجني، انا ما المهم ما خرج. قال لي الا ما بغيتيش تخرج هذا الاجتماع غنحيدو كاع ما غنديروش. وكيقول لي كيش وكيتحلف عليا كيقول لي خرج خرج خرج. قلت له ما نخرجش، علاش كتهضر معايا بحال هكا؟ انا بعدا خصك تحترمي، تو مي دوا دو ريسبي اي جو دوا دو ريسبي، ما تعاملش معايا بحال هكا. انا راه ماشي في الفيربه ديال باك باش تقول لي بحال هكا. انا راه 20 عام وانا في هذه المؤسسه، ولادي في 20 عام في هذه المؤسسه، وما عمري ما عرفتني الاداره ولا شي مشكل كان عندي ولا شي حاجه، وانت باش تعذب معايا بحال هكا انا ما نسمحلكش. قال لي خرج خرج، ولا ما عجبكش الحال دي ولادك وسير بحالك. قلت له مزيان، واش انا في الفيرمه ديال باك؟ المهم قال لي خرج خرج، بقى خرج. بون قلت له نعد الشيطان، قلت له بغيتي نخرج انا نخرج. يا ديك مني خرجت حسيت بواحد الحقره واحد الاهانه، ما نكذبش عليك، انا خرجت راه صافي عيني تصدق، كنقول شنو هاد المشكله، واش انا المهم. بغيت هي هذيك تفعل، عيط للناس ديال الصحافه، تالي مشكورين لباو الدعوه بهذا المنبر، والله كنشكرهم بزاف اللي سولجوا لي المشكل ديالي بعد ما فرانشمون زعما وقفوا معايا بزاف، وكنشكرهم بزاف. وكنطلب من هذا المنبر، كنطلب السلطه المحليه تفعل في هذا المشكل بجديه، حيت باش يطفوا هذا الغضب، سينو المشكل غياخذ واحد لامبلوغ كبيره اللي ما يمكنلاش تحبس، اللي ما يمكنش تحبس. هذه هي الصراحه، وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.